الخطوات الاساسيه بقى اللي بناخدها في موضوع الريسك مانجمنت، ان احنا بقى ازاي نتعامل مع اليوز ايرور دوت، وازاي ان احنا نعمل ديزاين يبقى بيهاندل الريسك اللي جاي من اليوز ايرور دوت بشكل يكون افكتيف. فعندنا كذا خطوه كده اتكلم عليهم بسرعه دلوقتي، وبعد كده نتكلم عليهم بتفاصيل بعد كده. اول حاجه الجهاز بتاعنا لازم نعمل له ديفينيشن، هو المفروض يشتغل في ايه، انتندد يوز بتاعه، مين المستخدمين بتوعه، المفروض يشتغل فين، بمنتهى البساطه. بعد كده نديفاين او ايدنتيفاي ريليتد هازاردز، نبتدي بقى نفكر ايه اللي ممكن يحصل ويسبب هازاردز. بعد كده نبتدي نعمل استيميشن وبرايورتيزيشن للايه، نعمل برايورتيز للايه، لليوز ايرور ريسك اللي موجود ده، يعني نحسب الريسك بتاعنا ده بيساوي كام، ونشوف ايه هو الريسكس اللي عندنا ونعمل لها برايورتيز حسب الاكتر، يعني نشوف اكتر واحده فيها ريسك واللي بعديها واللي بعديها وهكذا. بعد كده نimplement ريسك كنترولز، يعني نشوف ايه الريسكس دي ونبتدي بعد كده نفكر ايه اللي هنعمله علشان نكنترول الريسكس الموجوده دي. بعد كده نفاليديت السيفتي بقى، بعد كده نشوف السيفتي، هل الحاجه اللي اتعملت دي حققت فعلا ريدكشن لاكسبتبل ليفل او اليمينيشن للريسك ولا لا. لو كان الريسك اكسبتبل او اليمينيتد طبعا، يبقى معنى كده خلاص هبتدي بعد كده ايه ادوكيومنت واكمل. اوكي، لو انا كنت يعني المشكله ان يعني لسه ما فيش، يعني في عندي مشكله ان ما يعني الحاجه دي ما اتعملتش، يبقى بضطر ان انا ايه، لو ما كانش الريسك اكسبتبل بضطر ان انا ارجع تاني امبلمنت ريسك كنترول مختلف واعمل فاليديشن تاني وارجع اتست تاني لغايه لما افضل في اللوب دي كده لغايه لما الريسك بتاعي يبقى اكسبتبل. النقطه بقى ان احنا واحنا بنعمل امبلمنتيشن للريسك كنترولز دي، دايما بيبقى ناس متخيله ان احنا عندنا مشكله واحده وحليناها وخلاص. لا اكشولي، لا، انت طالما غيرت ديزاين يو هاف تو تيست ايفرثينج فروم ذا ستارت، يعني تيست كل حاجه تاني في المكنه او في الجهاز. اوكي، لان ممكن يحصل انترودكشن للنيو ريسكس، يعني ممكن في بعض الحاجات اللي ما كانتش موجوده في الجهاز الاولاني بقت موجوده في الجهاز التاني، فوانس ان هي بقت موجوده يبقى لازم نتشيك عليها. فاحنا بنتشك مع الريسك اكسبتبل ولا لا، الريسك بتاع الحاجه الاساسيه اللي انا كنت يعني شايفها ان هي فيها خطوره، لا بشوف هل في حاجات تانية فيها خطوره بقت انتروديوست. لو كان ايوه، يبقى معنى كده لازم نرجع هنا ونرجع تاني نشوف اذا كان في حاجه ممكن نعملها عشان نعمل ريسك كنترول ليها، وافضل برضو في اللوب دي لغايه لما في الاخر ما يبقاش في عندي نيو ريسكس او الريسك بتاعتي اكسبتبل. ساعتها ابتدي بقى دوكيمنت انا عملت ايه بالظبط، واجهز الايه الجهاز بتاعي دوت ان هو يبتدي يشتغل في الايه في الـ في الـ في الـ في الماركت. اوكي، بعد الماركت بقى بنمونيتور ان انتيسيبيتد ريسكس، يعني طبعا في بعض الناس متخيله ان احنا خلاص احنا عملنا تيستينج يبقى معنى كده الجهاز هيفضل شغال سيفلي في الانفايرمنت بتاعت الكلينيك او في المستشفيات. كويس، لا، الحقيقه في بعض الاحيان بيطلع مشاكل في الاكشوال يوز بتبقى فعلا ما حدش تخيلها خالص ولا عدت على الناس اللي هم كانوا بيعملوا ديزاين ولا على المانيفاكتشر وهم بيعملوا كل الخطوات اللي فاتت دي كلها. فلازم يبقى في حاجه اسمها بوست ماركت ايفالويشن، اي حاجه اي انسيدنت تحصل يعني انفولفنج المكنه دي لازم تبقى ريبورتد ولازم تبقى انفستيجيتد علشان ايه، نميك شور ان ما فيش منها اي حاجه، يعني لو كان في حاجه نقدر ان احنا نحسنها في المكنه بحيث ما يحصلش المشكله دي تاني نعملها، ولو كان في حاجه شكلها ان فيها ديزاين فلو او في حته في الديزاين فيها مشكله لازم تتحل علشان الجهاز ده يبقى سيف. نبتدي بقى نتكلم على كل واحده من الايتمز دي كل واحده على حده.